طريقة كيفية تفعيل تصفح الأمن على موقع الويب، قم بضغط هنا تطبيق ماسنجر، ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الخصوصية والسلام، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تصفح الأمن على موقع الويب. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل الأمن على موقع الويب، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.